دلوقتي احنا عارفين ان احنا داخلين على امتحانات البراكتيكال بتاعت موديول 7، وديت عم نتكلم فيها عامه على الاربع سكاشن بتاعت الانترنال ميديسن. هي عباره عن اربع سكاشن بس، مش هنتسال فيها ثيوريتيكال، هي براكتيكال بس. حبينا نعمل زي فيديو كده نشرح فيه ملخص الاربع سكاشن عشان نساعد الناس لما يتحاولوا يدخلوا الامتحان يكونوا على الاقل فاهمين. هو طبعا مش هيكون شرحنا شبه شرح الدكتوراوي، بس احنا بنجتهد يعني، ويا ريت ان شاء الله ينفع ويفيد يعني الناس. ودوت الفيديو دوت باسم برلمان سنه اولى، هو المظبط فيه، هو المحضر، ويا ريت يعني يساعد الناس في المذاكره. اول حاجه خالص، اول ما تيجي ندخل على البيشنت قبل حتى ما اكلمه لازم اكون واقف على the right hand side بتاعت العيان، يعني انا واقف على اليمين. دلوقتي ما ينفعش اقف على شماله، لان لما بقف على شماله بينقصوا عليها درجات. ليه سالناهم ليه؟ قالوا هي كده معظم الاكزامينيشن بتتجاب من على اليمين. ايه اكزامينيشن؟ لسه احنا مش عارفين قوي طبعا، احنا لسه سنه اولى معلوماتنا على قدنا، بس المينلي عشان من اهم حاجه بناخد عليها درجه ان احنا نقف على الرايت هاند سايد بتاعت العيان اللي هو اليمين بتاعه. اسم حضرتك ايه؟ مصطفى. سن حضرتك؟ يا جماعه من الحاجات المهمه اللي انا اسال على السن، لان السن بيبقى ساعات مرتبط ببعض الامراض، يعني ممكن الاولد ايج يسبب ضعف في الكاردييك ماسل، فممكن حد صغير يعني مش بيبقى نفس البرسنتج بتاعت المرض من صغير ومن كبير، عشان كده لازم اهتم جدا بالسؤال على الايج. بعدين طبعا اما باجي بسال بعد كده خلصت الايج ابتدي اسال بقى طب الشغل بتاعه ايه؟ لان الشغل بتاعه ممكن يديني حاجه، في مثلا شغال في مصنع بتاع كيماويات، فانا كده ابتديت احس اللي هو الشغل بتاعته جابت لي حاجه ممكن تكون سببت له مرض. فحضرتك بتشتغل ايه؟ طب لسه بتشتغل ولا خلاص يعني؟ طب ساكن فين؟ الارياف. طيب ده لسه ساكن فيها ولا كنت ساكن فيها بقالك فتره ولا دلوقتي نقلت ولا ايه بالظبط؟ لا كل شويه حضرتك حسب الشغل. يبقى الحاجات اللي انا عرفت الشغل بتاعه، عرفت الرزدنت بتاعه هو ساكن فين، وهو الرزدنت بتاعه ده ثابت ولا لا. وبعدين هبتدي اسال على حاجه ثانيه من الحاجات البديهيه، الهابتس اللي ممكن تكون بتضر، هو بيشرب سجاير وكده يعني. حضرتك تشرب سجاير؟ لا ما شربتش ولا مره. طب حضرتك بتشرب اي حاجه من انواع الكحوليات؟ لا. طبعا من الحاجات اللي انا لازم اسال عليها برضو الكحوليات دي، طبعا من الحاجات الصعبه جدا الواحد يبقى المفروض الدكتور هو بيسال عليها بيبقى مكسوف في سنه، لان ممكن العيان ما يكونش عارف يقول حاجه زي كده. بس طبعا احنا مش هقول له انت بتشرب خمر او يعني مش هقصد له كده، انا المفروض بس هجيبها له بطريقه بسيطه، خليك تشرب اي نوع من انواع الكحوليات وهو ساعتها هيبقى تعبان. كده يبقى انا خلصت اول جزء خالص اللي ليه علاقه بالهيستوري، هو شغال ايه وهو عامل ايه. طيب انا هبدا بقى اشتغل، هساله عن البين. حضرتك بتصورني هو قال لي في وجع هنا بيسمع في كتف العربي، فاول حاجه انا سالته عليها السايت اوف بين. السايت اوف بين هو شاور لي على المكان، فانا بعد كده هساله على حاجه هو لوكالايزد ولا ديفيوز، او ممكن نقولها باسم ثاني هو راديييت، يعني هو البين ده راديييتنج ولا ريفير، ايه الفرق ما بينهم؟ لو راديشن، لو انا دلوقتي عندي وجع مكان زي هنا في عند مثلا الترانسميشن وبيسمع في كتفي والمنطقه اللي ما بين الكتف وبين الترانسميشن بتوجعني، يبقى دي اسمها راديشن. طيب لو انا عندي دلوقتي الوجع في الترانسميشن وبتسمع في كتفي بس الحته اللي ما بين كتفي والترانسميشن ما فيهاش حاجه اسمها ريفير، يبقى الريفير او ممكن نقول عليها لوكالايز، والثانيه نسميها راديشن او ديفيوز، لان هي عملت ديفيوجن ما بين الترانسميشن وبين الكتف مثلا، او مش شرط الكتراس ميجر بين الكتف، من اي تو بورس من الجسم والسايت اللي ما بينه. فانا دلوقتي هبتدي اسال البين بالنسبه له لوكالايز ولا ديفيوز او راديتنج ولا ريفير. لو سمحت هو الوجع بتحسه هنا في كتفك بس ولا في المكان اللي ما بينهم كمان؟ لا هنا في كتفي بس. يبقى الوجع اللي عنده هو ريفير اللي هو مش راديتنج، لان الحته اللي في النص ما بين كتفه والكتراس ميجر ما فيهاش وجع. يبقى انا كده عرفت السايت اوف بين، عرفت هو لوكالايز ولا ديفيوز، هبتدي اعرف الديوريشن. هو الوجع ده بقى عند حضرتك بقى له قد ايه؟ ثلاث ايام. نون ستوب متواصل ولا؟ بيوجعني على طول حتى وانا نايم. يبقى على طول هو اللي بيتكلم عليه ان الديوريشن بتاعت الوجع ده على طول هو مستمر، هو مش حتى ما قطعش في النص، ده بيجي فتره ويقل شويه، لا هو مستمر. يبقى انا كده عرفت منه الديوريشن. طيب تاني حاجه هعرف بيها الانست الانست بتاع البين. ايه هو الانست بتاع البين؟ اللي هو البين اول ما جاله فجاه، يعني هو كان ماشي مره واحده حس بوجع شديد، ولا ابتدى واحده واحده يحس بنغزه، النغزه ابتدت تزيد، بعدين جرادولي. فانا هساله سؤال زي ده، الوجع لما جالك انست جالك مره واحده؟ يعني حسيت فجاه كده بيه؟ مره واحده ولا واحده واحده بتدريجيا؟ لا مره واحده. يبقى الانست بتاعه بتاع البين عنده كان صدري،
صادق ان هو جه مره هو ما عادش يزيد تدريجيا. طب لو جه بيشنت بقى يقول لنا ان الوجع بيزيد تدريجيا ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو الانسيت بتاع البين بتاعه جرادوال. طيب تاني حاجه بقى بساله عليها السيفيريتي. السيفيريتي بقى ديت هتعرفني طب انا ممكن اعرف ازاي السيفيريتي بتاعت العيان. اول حاجه بس دي مش بتبقى يعني سكسسفول قوي، انا هساله هو الوجع بالنسبه لك شديد قوي ولا تقدر تستحمله ولا ولا بس قبل يزيد يعني هو جامد سؤالي هو الوجع بيبقى جامد قوي تبدا اما بيجي لك ما بتعرفش تتحرك مثلا يبقى اول حاجه احنا ممكن احنا نسال العيان وانا بساله هو لو انا بوجعك قوي لا هو مش هيعرف يعبر لان عندك نوعين، عندك نوع من البيشنس اللي انا جيت سالته يحب يقول لك ان الوجع اكل عشان يحسس ان دي نقطه اهتمام لي، لان لو قال لي ايوه انا بموت من هنا فخلاص انا كده هبتدي اهتم وابتدي اخد الكيس دي بجد، مع ان انا اي كيس المفروض كدكتور بياخدها بجد. طيب في بقى نوع من العيانين تاني اللي هم بيبقوا اللي هي زي الرجوليه هحرجهم شويه اللي هم مثلا تيجي تسالهم يجوا يقولوا لك لا مفيش وجع مستحمل. طيب طب مش حاسس حاجه؟ لا مفيش وجع عادي ما اقدر استحمله، مع ان الوجع يكون مموت بس هم ما بيحبش يطلع الوجع ده للناس او يبتدي يفهمهم حاجه زي كده. فعشان كده انا هبتدي اسالهم اسئله بسيطه تبين السيفيريتي بتاعت البيت. زي السؤال اللي انا سالته هو الوجع ده انا لما يجي لك يخليك تعرف تمشي؟ هو جاوبني قال لي بيمشي عادي، ده معناه ان البين طالب اللي هو يقدر يستحمله لكن مش سيفير لدرجه ان هو مش قادر يعمل بيه اي حاجه، لا هو البين عادي هو قادر يستحمله جدا. فده بالنسبه له معناه ان البين عادي. طب في ناس ثانيه تقول له تقدر يمشي؟ يقول لك لا والله. طب مثلا لو حد ثاني تساله في الشغل مثلا فور اكزامبل حد شغال في الارض هتقول له طيب الوجع ده؟ هو قال لك ما بيوجعنيش، قال لك طب الوجع ده لما بيجي لك بتعرف تعمل حاجه في الارض؟ هيقول لك لا ما بقدرش، ده معناه ان البين بتاعه سيفير عشان هو خلاه ما يعرفش يشتغل. يبقى دي اسئله بسيطه تعرفني السيفيريتي بتاعت البين. طيب بعد كده ابتدي اساله عن الكاركتر بتاعت البين. طيب الكاركتر بتاعت البين عايز اعرف هو بيبقى ايه نظامه؟ انت البين بتاعه تحسه ازاي؟ بيبقى سكاكين مثلا ولا بيبقى حامل يعني ممكن تشرحه لي؟ هي نهزه بتجي لي هنا وبتطلع نهزه شبه السكينه؟ مش قوي. طيب هو دلوقتي انا لما بسال على الكاركتر بكون انا عايز اعرف ايه هو ايه نوع البين؟ لان عندك بين بيبقى النوع اللي بيحرق اللي هو مكانه زي حرقان حاسس بحرقان في مثلا فور اكزامبل رانس ميجر نفس المكان هو بيتكلم فيه. او ممكن احس كانه سكاكين تمام؟ طيب؟ او ممكن احس لو حاجه عامله كومبريسنج يعني حاجه ماسكاني شاده يعني عندنا كذا نوع من او كذا شكل للبين لان البين عمره ما كانت حاجه واحده لا كان كذا شكل فانا لازم اتاكد انهي شكل هو بيشتكي منه لان كل كاركتر هيعرفني حاجه معينه. يعني مثلا لو قال لي سكاكين في الناحيه دي فانا ممكن هجيب ساعتها للدكتور هيبتدي بقى دماغه تروح لديزيز معين لمرض معين. طب لو قال لي حاجه حرقاني هبتدي افكر في سكه ثانيه خالص. فالكاركتر دي من الحاجات المهمه جدا اللي هتساعدني ان انا اشخص البيت بتاع العيان. ابتدي بقى اساله على الاجريفيتنج فاكتورز. دلوقتي عايز اعرف ايه الفاكتورز اللي بتزود الوجع معاه او ايه الفاكتورز اللي بتعمل انهبيشن للوجع او اسمها ريليفنج فاكتور. يبقى عندنا اجريفيتنج فاكتور وعندنا ريليفنج فاكتور. هم بتعمل ايه بالظبط بيزيد الوجع؟ اول لو بحرك ايدي من هنا الوجع بيزيد او بتخبط فيها. اما بتحرك ايدك الوجع بيزيد او بتتخبط فيها. طب اما بتاكل حاجه بيزيد؟ لا ما بيزيدش لما بتاكل حاجه؟ هو بس اما بتحرك ايدك. طيب امتى بتحس والوجع موجود اما بتعمل حاجه معينه الوجع بيقل؟ مش بعمل مريح ايدي كده وانت مريح ايدك. طيب يبقى دلوقتي اما باجي بساله ايه ريليفنج وايه الاجريفيتنج فاكتور يبقى انا بعرف زي ما قلت اللي هو ايه الفاكتورز اللي ممكن تساعده ان الوجع بتاعه يزيد وايه الفاكتورز الريليفنج اللي ممكن تخليه يقل. مني ساعات بتبقى حاجات في الاكل يعني ممكن حد يقول لك اما باكل مثلا حاجات دسمه اكل دسم تمام طيب؟ الوجع بيزيد لكن لما باكل حاجات مثلا سكريات الوجع بيقل. مثلا ممكن واحده اما يقول لك اما باخد ابر اللي هي ابر مثلا فولترين او اي حاجه من الحاجات دي بتسكن لي القلب. مثلا واحد بيقول لك انا الوجع بيبقى وجعني مثلا في ظهري لكن لما بوطي ظهري كده في الوضعيه دي بالظبط الوجع ما بيبقاش حاسس بيه. فكل واحد والتاني بيبقى ليه حاجه موفمنت كان اكله معينه كان تصرف كان نومه كان وات ايفر بتقلل او والعكس ممكن النومه او الاكله او الحركه او وات ايفر دي بتعمل ريليفنج ليفل. ديت كده يبقى انا ابتديت اعرف منه حاجات عن البين.
طيب في حاجة كمان أخيرة، أنا كده خلاص عرفت الهيستوري اللي أنا هقولته للعيان، ابتديت أعرف البين وقعدت أسأله عن إزاي بيحس وإيه وإيه اللي بيأثر فيه وكلام زي ده. في حاجة زيادة ممكن تعملها، بيقعدوا يسألوا عن الفاميلي، اللي أنا ممكن أسأله أنت عندك حد من عيلتك كان تعبان قبل كده؟ لا مش في أنا أول مرة أسأله. طيب كان حد من عيلتك اشتكى من حاجة زي دي قبل كده؟ هو في زمان بس كان خابط ساعتها. طيب الوجع فضل معاه ولا انا سألته؟ يبقى انا دلوقتي بساله عن اي حاجه ليها علاقه بعيلته، لان ممكن تكون لو حد من كذا حد من عيلته او واحد من عيلته جاله المرض بنفس الطريقه تكون نبتدي تروح لمكان ثالث وهو جيناتيك فاكتورز، فعشان كده لازم اساله عن عيلته. عندك اولاد؟ طيب اي حد منكم ما عندكش اولاد؟ لو عنده اولاد بقى هساله اي حد من اولاده اشتكى من نفس الشكوى؟ عشان زي ما اقول نبتدي نفكر في الناحيه الجينيتكس. طبعا السنس اللي هو ما عندوش اولاد فهو قطع علينا حاجه زي دي، نبتدي نسال عن البوست جدوده بقى واهله كده. قال لنا برده ما بيشتكوش يبقى احنا بعدنا خالص عن الناحيه دي. طيب في الدراج هيستري هبتدي اساله بقى، اقول له بتاخد اي نوع من الادويه؟ ايه كريم موف طبعا بتحطه بيخفف الوجع فعلا؟ بس يفضل وجع. بس يفضل وجع. طيب انا المفروض دلوقتي وانا بساله على الدراج يعني ممكن مثلا هو بيكون بياخد دراج تاخد اي ادويه ثانيه؟ مثلا بطن صداع اي حاجه؟ مسكنات. صح. طيب يبقى انا بساله ممكن هو بياخد دواء ثاني بيعالج بيه بطنه بس من السايد افكتس بتاعته بتاثر هنا، فانا بساله عن اي ادويه هو بياخدها. لو سواء ممكن يكون ليها سايد افكتس او بساله برضو عن الادويه اللي هو بياخدها للوجع ده وهل هي مؤثره فعلا ولا لا، عشان زي احنا على طول بنقول سمعتها من دكتور اللي بيقول على طول السكند دكتور از مور لاكي ذان ذا فيرست وان اند ذا ثيرد دكتور از مور لاكير ذان ذا اذر تو. ليه طيب؟ لان لو الدكتور الاول راح اداله الدواء اكس، الدواء اكس ده ما عملش مفعول، ممكن الدواء اكس ده هيبقى الفيرست اوبشن بالنسبه لاي دكتور، فراح للتاني دكتور فاول حاجه تيجي في دماغه الدواء اكس، ساعيان وهو بياخد منه هيستوري يقول له انا اخدت الدواء اكس وما عملش حاجه، يبقى كده ابتدى الدكتور يعرف ان الدواء اكس ده مش هيأثر معاه يبتدي يديله الدواء ساعتها واي ده ممكن ياثر، فيبقى الدكتور استفاد من خبره الدكتور اللي قبله وتاثيره على العيان. طبعا افرض بقى الدواء واي ما نفعش وراح لدكتور ثالث ممكن زاد، وهكذا ان كل ما الدكاتره عدت يعني العيان عدى على الدكتور الثاني او الثالث انت شوف انت رقمك ايه، ساعتها بيكون مور لوكي لان انت عندك انفورميشن. بعد كده هساله لو عنده حساسيه من اي حاجه، الرجي من اي حاجه. عندك حساسيه من اي حاجه؟ يعني ولا فراوله شوكولاته اي حاجه؟ طيب انا برضو من الحاجات اللي انا لازم اهتم بيها لان ممكن تكون حساسيه مثلا، فاساله هو عنده حساسيه من حاجه معينه فاكل الحاجه اللي بتعمله حساسيه او جا جنبها فسببت له وجع زي ده. طبعا هو سنس قال لي لا فهو قطع عليا اي تفكير ناحيه. دلوقتي احنا بدانا اتكلمنا عن الموديول 7 والاربعه سكشن بتوع الانترنال ميديسن اللي جايين، بعدين ابتدينا نتكلم على وقفتنا مع العيال، وبعدين ابتدينا نتكلم على ازاي نبدو بيشتكي من ايه ونوع البين والكلام زي ده. بس انا حبيت اركز على حاجتين نعيدهم تاني في الاخر ليهم علاقه بالبين. الحاجتين دول زي ما بدانا قلنا اهميه ان احنا لازم واحنا الدكتور واقف قدامنا البيشنت ان انت لازم نكون واقفين على يمين العيان لان البين ناقص. الحاجتين دول في البين من اهم الحاجات اللي لازم اسال عليهم عشان لو ما اسالش عليهم بنقص درجات. يعني ممكن اهم من بوينتس ثانيه اللي هي البوينتس والتايب والتايب اوف كورس. طيب الانسنت انا دلوقتي لما قلت يا صادن يا جراديولي، هو كان الانسنت بتاعه جراديولي كان على فترات بيزيد مع الوقت تمام. لكن انا لما هاجي اتكلم دلوقتي واسال على الانسنت انا لازم اركز على اربع حاجات. عندي الصادن اللي هو لو سالته قال لي ده انا كنت ماشي جالي مره واحده، ده صادن مره واحده كده ده اسمه صادن انسنت. طيب تاني حاجه لو جاله في خلال ساعات كده ابتدى يزيد واحده من ساعه لثانيه والوجع عنده وبيزيد في خلال ساعات لمستوى لغايه ايام كده كان الوجع بيزيد وابتدى ثبت على الوضع ده بس بعد ايام يبقى اخذ من ساعات لايام عشان يزيد فيها بقى اسمه اكيوت اونست. طيب لو جيت سالته قلت له طب الوجع جالك ازاي؟ قال لي اخذ من اسبوع لاسبوعين بيزيد، يعني جالي فور اكزامبل جالي النهارده وقعد يزيد معايا لغايه اخر اسبوع لا ومكمل يزيد لغايه اسبوعين كمان. دلوقتي بقى اسمه سب اكيوت اونست. طيب اخر حاجه لو قلت له طب الوجع بيقول ايه؟ بيقول لي جرادوال، يعني كل ما هو كل شويه بيزيد ملوش حاجه معينه يعني ولا ساعات لايام ولا من اسبوع لاسبوعين ولا حاجه، هو جرادوال من اسبوع لاكثر من اسبوعين فده يبقى اسمه جرادوال. فانا هساله السؤال زي ده، هو الوجع لما جالك ايه بالظبط؟ هو قعد يومين يزيد قعد يومين يزيد
دوت عم قال لنا قاعد يومين يزيد، يبقى كده احنا رحنا في الكاتيجوري بتاعت اكيوت اونست. ايه هي اكيوت اونست اللي احنا قلنا عليها؟ من ساعات لايام. فده كان السؤال على الانست، لازم اتاكد جدا ان انا بحدد النوع. تاني حاجه قلنا نتكلم عليها التايبس اوف كورسز. طيب التايبس اوف كورسز انا عندي دلوقتي بروجريسيف ستيشنري وريجريسيف. طب ايه هما الثلاثه دول؟ بروجريسيف انا لو سالته دلوقتي، سالت العيان عن الوجع وقال لي الوجع مع الوقت بيزيد. مع الوقت يعني لو كان بيوجعني بنسبه 1% بقى 2% 3% 4% بيزيد مع الوقت، ده اسمه بروجريسيف. طيب لو جيت سالت العيان عن الوجع قال لي هو الوجع جالي مره واحده او جالي عندي وجع في الجنب الشكه او حاجه، والشكه دي ثابته ولا بتزيد ولا بتقل، هي حاجه واحده دي اسمها ستيشن، حاجه ثابته دي ستيشن. تمام؟ فانا بساله، اما اجي اساله هتاكد لو بروجريسيف يبقى بيزيد، يعني نرجع نقول لو كان بروجريسيف 1% بيزيد 2% 3% 4% دي ستيشن، نقول مثلا 5% هو ثابت 5% ولا بيزيد ولا بيقل. طب الريجريسيف، الريجريسيف ده انا لو جيت سالته اقول له طب الوجع ايه نظامه؟ يقول لي هو كان وجع جالي كان ما بستحملوش، واحده واحده ابتدى يقل، يعني كان الوجع جامد ابتدى يقل مع الوقت، ده اسمه ريجريسيف. طيب يعني برضه نشبههم ازاي لو حطيناهم الثلاثه في كاتيجوري ورا بعض؟ بروجريسيف الوجع كان 1% بقى 2% 3% 4%، الاستيشن فور اكزامبل بقى 5% وثابت ولا بيزيد ولا بيقل، الريجريسيف كان 5% بقى يقل 4% 3% 2% وهكذا. فانا هساله دلوقتي على التايب كورس، هو الوجع بالنسبه لك كان بيزيد مع الوقت ولا بيقل ولا ثابت ولا ايه؟ لا بيزيد كل شويه بيزيد. السنس اللي هو قال لي كل شويه الوجع بيزيد، ده معناه ان الوجع ايه؟ بروجريسيف. بروجريسيف يعني هو كل شويه بيزيد، اللي هو اول تايب اللي اتكلمنا عليه. دوت كده كل حاجه ممكن نتكلم عليها عن هاو تو توك تو بيشنت، ومن اول البدايه، من اول الوقفه، من اول السؤال على الهيستوري، من اول الكلام على البين، كل حاجه محتاجها عشان احنا بناخد الهيستوري بتاع العيان واللي احنا بنعرفه مش كده. طيب دلوقتي نتكلم على التمبتشر. التمبتشر دي زي ما قلنا هي البيزك اكزامينيشن خالص اللي اي دكتور بيعملها لما بيدخلوا عيان، لان طبعا اي تغير في التمبتشر هو ده اللي بيديني زي ما قلنا اللي هو جرين لايت في مشكله. ليه؟ لان احنا قلنا دلوقتي في نورمال تمبتشر للجسم اللي هو من 36.7 ل 37.3، ديت النورمال رينج بتاعت التمبتشر. طيب لو اي خلل في الفتره دي يعني قلت او زادت، ده معناه ان في حاجه غلط. ليه؟ لان انا طب مثلا ممكن اقول طب انا في مكان ساقع فدرجه حرارتي قلت، او الدنيا كانت حر جدا فانا درجه حرارتي زادت. ايه اللي انا ممكن يظبط لي حاجه زي دي؟ الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس دي موجوده في البرين، بتعمل زي نوع من الميكانيزم ان لو درجه الحراره فور اكزامبل التمبتشر قلت، هي الميكانيزم بتاعها اللي هي بتعمل زي اوفر هيتنج، فنرجع تاني للنورمال التمبتشر، او لو زادت تقللها، فده دورها ان هي هتكنترول النورمال بودي تمبتشر اللي هي تثبتها خلاص على نفس الرينج. طيب لو جينا قلنا اللي هي بقى نشوف التمبتشر لانها قلت او زادت، ده معناها ان في فيروس انفكشن وات ايفر اللي هو بيدي جرين لايت للدكتور ان في حاجه غلط، ابتدي بقى ايه شوف ايه اللي عمل غلط. تمام؟ انا بس يا جماعه قبل ما اكمل انا هحط الثرمومتر بس في بق العيان يعني في الماوث عشان اقيس بيه، عشان انت عارفين ان هو بياخد 3 مينتس لازم احطه بسيبه 3 مينتس، فعشان لو في عندنا الوقت هشرح وهبتدي احطه في الماوث بتاع العيان تيسيرا يعني الوقت. طبعا اول حاجه بس عشان نقولها كده سريعا، اما نيجي نتكلم عن نمسك الترمومتر لازم دلوقتي بنعمله زي نعمل الكحول مثلا، يبقى ممكن الالكحول ده في صوره زي اللي هي زي اللي انتم شايفينها دي اللي عامله شبه الوايبس كده نمسح بيها. تمام؟ او مثلا ممكن يكون الالكحول ده ليكويد فانا بحطه في الليكويد. المهم كل الفكره دلوقتي عشان انا اطهر الترمومتر لو في بقع عيان تاني حطيته فيه او حاجه. طيب انا بعد ما مسحت، انا بعد دلوقتي ما مسحته بالالكحول لازم بالقطنه بقى اجي واجي ماسح الالكهول الموجود على الثرمومتر، لان طبعا انا ماشي انا عملت طهرت كل حاجه مش حاطط بق العيان الكهول يعني، فطبعا لازم اطهره بالقطنه. وبعد ما طهرته بقى وخلاص ابتدي احط الثرمومتر في بق العيان تحت اللسان سبيشالي كمان لان بيبقى فيه بلاد فيسلز عشان اعرف اقيس بالظبط. طبعا انتوا عارفين ان الثرمومتر اللي في ايدي دوت اللي هو الثرمومتر العادي. طبعا ليه الثرمومتر العادي؟ لان احنا عندنا نوعين ثرمومتر. الثرمومتر اللي هو في ميركوري اللي قدامكم ده اللي احنا هنقيس بيه في الامتحان، طبعا ما تفكروش غير في ده، بس كنوع من المعرفه يعني في الالكتريك ثرمومتر. دور الالكتريك ثرمومتر ده اللي هو بحطه في بق العيان، لما بحطه في بق العيان بيطلع لي ديجيتس مكتوبه فيها
فور اكزامبل درجه الحراره 37.5 مثلا يعني بيطلع لي ديجيت فانا مش بتعب فيه ولا بقعد اشوف الميركري بقى وعامل قد ايه لا هو الكتريك على طول بيظبط لكن دوت النوع الثاني اللي هو ليه علاقه بالميركري يبقى في بلب بتاعت الميركري وبتتحط في بق العيان وبتعتمد على الاكسبانشن بتاع الميركري يعني الميركري لو حراره زادت هو بيحصل له اكسبانشن فيقول درجه الحراره طيب احنا دلوقتي يا جماعه نكمل ونتكلم على الثلاثه كومن سايتس اللي انا بقيس عن طريقهم التمبتشر احنا قلنا عندها الموف وعندها الريكتر وعندها الاكزيلا دلوقتي الثلاث اماكن اللي انا ممكن احط فيهم الثرمومتر واعرف عن طريقهم التمبتشر بتاعت الجسم طيب احنا طبعا لسه مكملين حاطين الثرمومتر في بق البيشنت لان زي ما قلنا معانا ستوب ووتش طبعا على طول عارفين بيها مظبطين بيها 3 مينتس اللي هي شغاله عشان بعد كده اعرف الريدنج قد ايه طبعا ارجع بقى نتكلم على نرجع بقى نتكلم عن الماف دلوقتي انا حطيت فور اكزامبل الثرمومتر في البق بتاع العيان تمام وطلعت درجه الحراره 37 لو انا جيت حطيتها في الاكزيلا هلاقيها 36.5 طب لو جيت شفتها في الريكتر هتبقى 37.5 ده ليه؟ ده معناه لما بتبدا درجه الحراره في النص 37 تمام لو ممكن لو عايز اعرف بقى درجه الحراره في الاكزيلا بقلل نص عن درجه الحراره بتاعت الموف تمام؟ يعني 37 هقلل نص منها فهتبقى 36.5 طب لو في الريكتر يبقى هزود نص على درجه الحراره بتاعت الموف فتبقى 37.5 يبقى تاني كده عشان لو مثلا الناس لسه ما يعني ما استوعبتش درجه الحراره في النص 37 هتبقى في الاكزيلا 36.5 في الريكتر 37.5 ليه الميكانيزم اللي احنا دلوقتي لو قسناها لقيناها 37 في الماف فعن طريق الاكزيلا انا بقلل نص عن قرايه الماوس يعني قرايه الماوس 37 فبقلل نص عنها فتبقى 36.5 في الاكزيلا في الريكتر بزود نص على قرايه الماف فتبقى درجه الحراره في الاخر 37.5 هما دولت كل الكومن سايتس اللي احنا بنقيس عن طريقهم التمبتشر قلنا النورمال رينج قلنا انواع الثرمومترز وقلنا ازاي بنقيس قلنا ازاي لازم نطهر ولازم الحاجات دي لان كل حاجه من الحاجات دي عليها درجات طبعا قبليها بكون انا سائل على العيان وعارف ايه اخباره وهيستوري كل الكلام زي ده وعرفنا الثلاثه كومن بوزيشن بتاعت العيان خلاص يبقى انا دلوقتي خلاص جيت خلصت الفتره اللي انا شرحنا فيها في الوقت اللي انا بشرح فيه كنت حاطط دلوقتي الثرمومتر في بق العيان انا باخد بس الثرمومتر منه عشان اعرف الريدنج طبعا انا ببص لما اجي ببص احنا بنلاقي عندنا زي الشرح كده وارقام لو عملتها لو ميلتها سنه كده بيبان قوي اللاين ايوه لو ميلتها كده على جنب شويه بالطريقه دي انا عندي هنا ارقام لو عندي هنا ارقام وعندي هنا الداشز انا لو عملتها في النص ما بينهم انا حطيت عين في النص ما بين الارقام بين الداشز هلاقي اللاين فاضي كده ده اللاين بتاع الميرك انا ممكن اقربه شويه كمان من الكاميرا عشان اشوفه هتلاقوه هنا في حدود 36.8 يعني ف 36.8 ده معناه ان هو within the normal temperature ان التمبتشر بتاعته ما فيهاش اي مشكله والتمبتشر بتاعته مظبوطه لان هي طبعا نورمال رينج يبقى كده ممكن بقى ابتدي افكر في حاجه ثانيه بس كده عامه خلصنا الجزء اللي ليه علاقه بالتمبتشر بعد كده بعد ما اخلص بسلم على العيان طبعا لو في اكزامينشن ثانيه بكملها بس احنا بس بنتكلم دلوقتي على نقطه التمبتشر هنخلص التمبتشر وندخل على البولس بس احنا بس كنا عندنا ناكد على بوينتس معينه بتاعت التمبتشر كله يبقى واضح دلوقتي زي ما احنا اتكلمنا على ازاي ناخد الهيستوري من العيان وعلى وقفتنا على البيشنت وبعدين اتكلمنا على التمبتشر اتكلمنا على كل ده هيجي دلوقتي الجزء بتاع البولس الجزء بتاع البولس ده من الحاجات بتاعت البيزك اكزامينشن زي التمبتشر زي ما احنا قلنا ان التمبتشر دلوقتي عندنا اي تغير في النورمال رينج بيقول لنا ان في حاجه غلط في الجسم عندنا البلس اي برضو غلط فيه بيحبي او اي مخفنه في البلس الطبيعي بينبهنا بيدينا جرين لايت وبيدي للدكتور جرين لايت ان في مشكله في الجسم يبدا بقى يشوف الاكزامينشنز بتاعته طيب علينا ايه نعرفه في البلس علينا نعرف اربع حاجات علينا نعرف البلس ريت علينا نعرف الفوليوم علينا نعرف الريتم علينا نعرف الفورس الاربع حاجات دول لازم نعرفهم في البلس طيب احنا اول ما جينا نتكلم على التمبتشر قلنا عندنا 3 كومن سايت 3 كومن سايت دي بقيس بيهم التمبتشر ايه كانت الماف وكانت الاكزيلا وكانت الريكتر دلوقتي عندنا 3 كومن سايت بعرف منهم البلس ايه اللي هيجي لنا منه او اللي هنستخدمه في الامتحان هيبقى عامه بتاع الرست طيب عندنا اول مكان اللي هو الراديال ارتري اللي في الرست ودوت حاجه طبيعيه جدا انا بلاقي معظم الناس بتقيسه وهو ده اللي هيجي لنا في الامتحان عندنا النوعين التانيين كاروتيد ارتري في الثروت هنا تمام طبعا بنحس برضو لو مش عارفين حتى او ايده فيها دم وات ايفر يعني ده بتبقى كيس معينه
او دخلنا على العيان ممكن تقيسه عن طريق الكراوات الارتري الموجود في الثروت. تاني حاجه تالت حاجه عندنا وده التالت كومن سايت اللي هو بريشيال ارتري دوت اللي بيعدي في الكيوبيت الفصه اللي كنا اخدناه في الاناتومي قبل كده. طيب دلوقتي احنا جايين نتكلم لازم هنتكلم عن الميكانيزم ده هنقيس ازاي. طيب اول حاجه مني زي ما قلنا احنا هنقيس في الريست على بريشيال ارتري بتاع العيان. طيب واحنا بنقيس قبل ما اكمل عايز اقول لكم احنا عندنا اثنين بيشنت هم دول اللي هيجوا لنا في الامتحان يا صبحي اللي هو بتاع عنده دايابيتس ميليتس يا اما محمد. تمام محمد الثاني ده هو عامه عنده في ايده الشمال عنده ايده داخله الشمال شويه ايده الشمال فيها كده حاجه بحيث ان انت البلس مش هتعرف تحسه فانت شوف الايده الشمال او الايد المعوجه سنه دي وسيبها ما تقيسش فيها لان مش هتحس البلس اصلا وشوف الايد الثانيه دوت في محمد صبحي الموضوع عادي جدا في ايده الاثنين شغاله خالص ده انكيس هما الاثنين قلنا ومينلي هما احتمال كبير هما اللي نرجع للميكانيزم بتاعنا زي ما قلنا احنا هنقيس الايد عادي طبعا لازم نكون منيمين الايد مش موقفينها كده على الهواء يعني ما ينفعش طبعا لازم نكون مثبتينها عادي سواء قدامنا ديسك قدامنا هو ساند لو قدامنا على مكتب ساند على رجل وات ايفر لازم وانا جاي بسلم عليه بايدي اليمين تمام وانا بسلم بقيس بايدي الشمال. طب بقيس ازاي؟ انا عندي 3 فينجرز دول انا بضغط بضغط بال هو الفينجر دوت تمام والثالث واحد واللي في النص ده بتبقى ضغطه بسيطه هي مني بس ابتدي اضغط كده مني بالاثنين دول واللي في النص هو بحس بيه بيبقى ضغطته البوش اب بتاعه بيبقى اقل من الاثنين اللي في الجنب تمام. فلما باجي انا سلمت عليه بايدي اليمين يبقى هعمل بايدي الشمال طبعا انا ضغطت تمام انا كده ابتديت احس بالبلس بالميدل فينجر اللي عندي. انا هبتدي اقيس البلس ريت ازاي؟ بقيس عدد ال يعني مثلا عنده مثلا بلس 1 2 3 4 ممكن اقيسه في عدد ثواني معين مثلا في الاكزامبل 10 ثواني واضربه في 6 يبقى كده انا جبت 60 ثانيه او ممكن اقيسه لمده دقيقه والاحسن ان انا هقيسه لمده 1 مينت تمام يبقى انا هحط كده واشوف البلس ريت وهقيسه لمده 1 مينت طبعا برده زي ما شغلنا الستوب ووتش بتاعتنا فانا هجي مشغل الستوب ووتش برده طبعا كده احسن حاجه ان احنا ما ننساش نجيب معانا ستوب ووتش احسن وهبتدي اقيس ماشي من ده طبعا في الفتره دي انا المفروض انا هقول لكم الرقم في على طول كده من غير ما اكمل قياس لان انا عامه كنت قست اقوله قبل ما ابدا الفيديو تمام هو في حدود 70 مثلا من 70 ل 74 يعني مش هو في النورمال رينج ايه النورمال رينج بتاعنا؟ من 60 ل 100 من 60 ل 100 هو ده النورمال رينج بتاع البلس عندنا تمام في حاجه زي في حاله زي دي طبعا انا وانا بقيسه طبعا المفروض ما بتكلمش قاعد مركز عامل بشوف الريت لمده 1 مينت كامله قاعد عمال ده الاحسن كمان عشان يبقى الموضوع طالع مور سبيسيفيك قاعد بشوف 1 2 3 4 5 6 7 طبعا عامه وعلى طول وانا شغال انا ببص على الستوب ووتش زي ما قلت لازم اجيب ستوب ووتش مهم طيب ده كده بالنسبه للبلس ريت النورمال رينج عندي من 60 ل 100 قل زاد عن الرينج ده معناه ان في حاجه غلط. طيب الجزء الثاني الريتم ايه هو الريتم اللي هو دقات القلب بتاعتنا هل هي منتظمه ولا لا؟ هوريكم مثلا حاجه كده مثال ممكن دقات القلب تبقى عامله كده 1 2 3 4 5 شغالين زي ما انتم شايفين كده الفتره ما بينهم ثابته فيبقى كده ما دام الفتره بتاع ما بين ضربات القلب انا مش الرسمه انا بتكلم هي الفتره التايم ما بين الواحده والثانيه ثابت فدي ريجولر ضربات القلب بتاعت البيشنت منتظمه ريجولر يبقى لو كده جيت قست البلس ريت قلت فور اكزامبل 74 دي اول حاجه ثاني حاجه جيت اتكلمت قلت الريف فلو لقيته حسيت هو تك 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 منتظم جدا فدوت يبقى ريجولر. طيب كده انا خلصت الريف لكن افكركم برده بحاجه دلوقتي انا ممكن يبقى عندي دقات القلب كده بعدين مسافه كده بعدين ايدي كده بعدين مسافه كده اللي بيحصل ده ايه؟ دوت ايه الريجولر؟ دقات القلب عندي مش منتظمه مش ثابته يعني مش ثابته بنفس الباترن ماشي عليه ده هو ممكن تبقى شويه او الثانيه على فوق او ممكن دقه استنى فتره كبيره ويجي الثانيه وات ايفر فده الريجولر. فالريتم عندي اجابتي ليه بتبقى حاجتين على حسب ان انا بحس ثابته ولا لا ريجولر. طيب قلنا البلس ريت
قلنا الريجلر ولا ايه الريجلر. تالت حاجه هنتكلم فيها الفوليوم. الفوليوم احنا بنقول هو عنده هاي فوليوم او لو فوليوم عن طريق انا حطيت بقيس البولس بتاع البيشنت. تمام، تمام. انا بشوف دلوقتي انا ضاغط كده على ايد البيشنت، تمام، وبشوف هل البولس بيرفع لي ايدي. يعني لو الهاي فوليوم هنلاقي ان البولس بيرفع ايدك فوق، لان باين ان هو قوي، انت حاسس بالبولس قوي قوي في ايدك، فانت ما تحس بيه قوي، ده معناه ان في هاي فوليوم. فالهاي فوليوم بتاع بتتضخ بلاد كتير بيوصل للريست، فعشان كده قلنا عليه هاي فوليوم. فمن الباور بتاعتها انا ايدي بتترفع لفوق. لكن هو حد مثلا زي مصطفى دلوقتي، مصطفى انا بقيس له البولس بتاعه دلوقتي، هو ايدي ما تترفعش فوق، هو عاديه جدا، فده معناه ان هو عنده لو فوليوم. يعني البلاد بتاعه او البولس عنده بيبقى البولس الدقه الواحده بتاعت القلب بتدي فوليوم قليل من الدم، فعشان كده هقول عليه لو فوليوم. طب لو انا بقيس بقى للبيشنت لقيت ايدي بتعلى جامد، بحس بالبولس قوي من غير ما اضغط جامد قوي، ده معنى ايه؟ هاي فوليوم. يبقى كده خلصنا ثلاث حاجات، ريت ريثم وفوليوم. اخر حاجه الفورس. دلوقتي انا زي ما انا اشتغلت، انا دوست كده برضه، تمام، انا بعد ما دوست انا حسيت بالبولس، هبتدي اضغط اكتر اضغط اكتر لغايه ما احسش بالبولس. يبقى انا حاسس بالبولس هفضل اضغط اكتر، حاسس بيه برضه الفتره. لو انا ضغطت هشوف بقى انا هضغط قد ايه لغايه البولس اللي انا حاسه ده ما يروح. لو انا ضغطت قعدت اضغط سنه بسيطه كده وانا حاسس بالبولس، ضغطت سنه كمان البولس راح بسيطه، يعني ده معناه ان الفورس بتاعته ضعيفه. تمام، لو فورس. طب انا لو قعدت اضغط 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 عشان اقلل، ده معناه ان الفورس بتاعته قويه، لان هو بيرزيست ان الفالف بتاعت الارتري تتقفل. انا بحاول اقفل الارتري، لكن انا دلوقتي كل ما انا بدوس اكتر هو ما بيتقفلش، او محتاج باور مني اكتر، فده معناه عنده هاي فورس. طب زي مصطفى دلوقتي وانا مجرب كان عنده برضه موضوع اللو فورس، ان انا بضغط كان عقبال عشان ضغطت سنه بسيطه لقيته خلاص ما حسيتش خلاص، ده معناه ان البولس قلت. على العكس لو انا قعدت دوست جامد قوي، فما دوست جامد قوي كده معناه ان هو عنده هاي فورس. دوت كده كل حاجه انا ممكن اتكلم عليها على البولس، دوت الاربع حاجات، البولس ريت الريث الفوليوم والفورس. دوت كده كان سامري لكل كل البراكتيكال بتاع موديول 7. يا ريت تكون الموضوع يعني بقى اسهل بالنسبه لكم في المذاكره. دوت باسم برلمان سنه اولى، يا ريت نكون فدناكم في حاجه، ويا رب ان شاء الله نكون ساعدناكم، وشكرا وجود لك في الاكزام ان شاء الله. ان شاء الله تعملوا كويس، يعني نجيب درجه حلوه فيها يا رب ان شاء الله.